استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الشيخ حمد أمس رؤساء غرفة تجارة وصناعة البحرين وعددا من رجال الأعمال. أكد جلالته خلال اللقاء أن مملكة البحرين لن تألو جهدا في مواصلة السير بخطى واثقة نحو تعزيز المسيرة التنموية الشاملة والتي تم في إطارها توفير العوامل والأسس الداعمة لاستمرار النمو الاقتصادي والإيجابي وزيادة تنويع الاقتصاد مع أهمية أن يتوازى ذلك مع استدامة المالية العامة لزيادة تكامل أركان التنمية حسب الأهداف الموضوعة لها ليتم تعزيز مردودها بما يحقق المزيد من النماء المستدام والتقدم للوطن وكافة أبنائه. وأعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على جهودهما في استمرار وتيرة الإنجاز والمكتسبات من خلال مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي بما يحقق أهدافنا. كما أعرب جلالته عن الشكر الجزيل والتقدير الكبير للقادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة على ما أبدوه من دعم لتعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين، منوها جلالته بما يجسده ذلك من التكامل والتعاضد بين الأشقاء والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع الدول الشقيقة بمملكة البحرين والتي تأكدت في أكثر من محطة لتعكس الحرص على توطيد عرى هذه العلاقات الأخوية انبثاقا من الإيمان بوحدة المصير المشترك الذي يجمعهما. وقد أشاد جلالته خلال اللقاء بعطاء المنتسبين للقطاع التجاري بالبحرين عبر أجيال متتالية وأزمنة مديدة وبصمة مميزة شكلوها بالعمل الجاد وروح المسؤولية والمبادرة يسهم بذلك في تكريس موقع القطاع الخاص في مملكة البحرين كشريك رئيس للدفع قدما بمسارات التنمية التي يتواصل العمل على تطويرها في صالح الوطن والمواطن. وقال جلالته إن العمل مستمر لتدعيم مقومات البيئة الخصبة الداعمة للنمو والتطور بما يبني على الإنجازات التي حققها الاقتصاد البحريني من نمو إيجابي وتنوع شامل في تأكيد على قوة الأسس التي ينطلق منها الاقتصاد الوطني. وأكد جلالته أنه بالتعاون والعمل المشترك تتحول تحديات اليوم إلى فرص الغد الواعد معربا عن ثقته في أن القطاع التجاري سيكون له دور كبير في ذلك من خلال تناسق الجهود مع مختلف الجهات الحكومية. وقد أشار جلالة الملك المفدى إلى أن موقع البحرين قد أتاح لها منذ القدم الانفتاح على الحركة التجارية مع العالم، ومعربا جلالته عن اعتزازه بأبناء البحرين الذين قدموا نماذجا مشرفة للعمل الجاد والروح العصامية الخلاقة والتي أصبحوا بها قدوة للأجيال الشابة الذي تشجعهم وندعمهم ليتحلوا بسمات المثابرة والإقدام على العمل والتميز ويواصلوا البناء على المكتسبات التي تحققت في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة والذي يمكنهم فيه من صنع القرار النوعي فهم أهل للتحدي من أجل الإنجاز والتقدم. Thank you.
احنا اليوم نرحب بكم في محلكم، هذا محل الجميع. نرحب برؤساء الغرفة السابقين واللاحقين والتجار ورجال الأعمال اللي أسسوا في هذا البلد أقوى وأصلب تأسيس بفكر متزن محافظ. واليوم الكل يشوف أن العالم متحرك حركة سريعة جدا، ويشوف التنافس الكبير والأرقام الكبيرة. والبحرين إن شاء الله بجهود الجميع ما بتتأخر عن هالركب، ركب البناء والازدهار والتنمية. الحقيقة بجهود كبيرة من العام سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد والحكومة ومنكم والسمعة اللي يسمعها العالم، حققنا التزام من قبل أشقائنا وأشقائكم في الخليج أن الاقتصاد واحد والنهضة يجب تكون واحدة، وأن لا يتخلف أحدنا عن أحد. وطبعا من حسن الحظ أن في هالفترة دي تمكننا من اكتشافات جديدة في الطاقة، ولكن إلى أن هالاكتشافات الجديدة تحقق النتائج المرجوة من استخراج انتاج واستخراج وبيع وتكرير وكل هذا، الامر يتطلب وقت. فالتزام الاخوان جاء في وقت انه بالفعل يمشي الامور بحيث انه ما يتوقف شيء عندنا، ونمشي في خططنا سواء في ما يسمى بالبنية التحتية أو في حتى المشاريع اللي فوق البنية التحتية. والحكومة الموقرة لما تخصص جل اهتمامها وميزانياتها لخدمات البنية التحتية ولخدمات المشاريع، فهي تخدم المواطن أساس يحصل على السكن اللائق، وتخدم رجل الأعمال على أساس يحصل على المشاريع المناسبة والناس تشتغل وتصير حركة طيبة في البلد كما هو اليوم. وإحنا اليوم مطمئنين على استقرار الأسواق، استقرار العملة. أقول هالكلمة لأن الواحد لما يسمع الأخبار يشوف فيه اضطرابات في الأسواق، إن كان في أوروبا أو كان في مناطق أخرى متقدمة، ولكن لله الحمد إحنا في الخليج كأخوة متكاتفين حافظنا على مستوى طيب ونمو طيب، إن كان نمونا الاقتصادي أو نمونا الحضاري بالتعليم وغير التعليم. فطبعاً أنا حبيت الليلة أشوفكم في الواقع لأن ما شفناكم من مدة. وثاني شيء نخبركم بأن الأخبار طيبة كلها، سواء فيما يتعلق بالمسيرة أو فيما يتعلق بالاقتصاد أو ما يتعلق بالانتخابات. فالدنيا ماشية، ويكفي أن أي عاقل يشوف بلاده واللي يحدث
وأشقائه القريبين واللي يقومون بمن أعمال خير. البلد مفتوح والناس على اتصال، ولا حد يمنع من سفر، ولا حد يمنع من حركة ولا مؤتمر. فيمكن هذه بعد هي قوتنا. على ضوء ذلك الواحد كل اللي تأمل أن احنا بالفعل من بعد شكر رب العالمين أن نحافظ قد ما نقدر على وحدتنا واتحادنا تكاتفنا والمنافسة الشريفة. فأهل البحرين عرفوها من سنين، وحتى أنا يعني عندي قصص كثيرة سمعتها أيام تجارة اللولو وأي نوع من التجارة، يعني ما يرضون حتى المنافس إنه مثل ما يقولون ينكسر. إذا انكسر سلفوه، قالوا له انهض ونافسنا مرة ثانية، يزعلون. وهذا يعني الحقيقة من القيم العظيمة في مجتمع البحرين. لكن طبعا اليوم تدخل علينا عادات وقيم من بعيد والله ما عرفناها من قبل. إذا نقدر وتقدرون أنكم تحمون الأبناء والبنات والأسر منها ونحافظ على ما احنا عليه، فهذا بيكون أحسن شيء نقدر نسويه ونقدمه لأجيالنا إن شاء الله القادمة. يعني احنا كلنا فخر بقيمنا، ما أعتقد عندنا شيء محرج، عندنا كل الزين. وسمعة أهل البحرين معروفة، وهذا هو الدليل الكبير. أي واحد منكم يلتقي بأي شخص في الخارج من آخر الدنيا ليسأله وقال له من وين، وقال له أنا من البحرين، ابتسم وقال له تفضل ويلس وسولف وياه. فهذه من القيم اللي الحمد لله أني أنا شخصيا شفتها من الصغر وانتم شفتوها، ولازم نحافظ عليها. على كل حال هذا سر النجاح. أنا الليلة حبيت أكرر يعني الشكر من بعد الله للعام سمو رئيس الوزراء ولولي العهد، وما قصروا ليل نهار، عمل متواصل لخدمة هالمجتمع وهالشعب الكريم. فمشكورين وما قصرتوا.